ولذلك أجمع الأئمة الأربعة على حرمة الغناء، كل الأئمة الأربعة. أما الإمام أبو حنيفة قال: من استمع إلى الغناء فاستماعه حرام، ومن تلذذ بالغناء فهو كافر، يعني بذلك كفر النعمة كما هو مشهور عنه. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة سئل كما نقل ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن ما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، قال الإمام مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. ده زمن الإمام مالك، والغنى بتاعهم تقالوا زيدة، الغناء ذاته ما زيدة. يا أخي سبحان الله، سيدة عائشة رضي الله عنها سمعت رجلا يقرأ شعرا، ما غنى، شعر بيقرأ فيه، فقام بقى يتحرك مع الغنى مع الشعر كده بيحرك في راسه. سيدة عائشة قال: الشيطان أخرجوه أخرجوه، ده شيطان، ده غنى بحرك معه راسه. تعالوا شوف الجماعة اللي جاي ديل. سيدة عائشة لو شافت البهينة ديل تقول شنو؟ يا ناس، يا أخي ما ممكن يخرج الإنسان عن طوره فيصير كالبهيمة والحيوان، ما ممكن يا أخي، سبحان الله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني. وابن الجوزي نقل عنه قال: كان الإمام أحمد ينهى عنه رحمه الله تعالى. وكذلك الإمام الشافعي نقل نوع من أنواع الغناء، وده الآن اللي بيسموه مديح وبيعتبروا دين، وده بجيبه بعد شوية كويس. الإمام الشافعي قال: تركت في بغداد شيئا يسمى التغبير، أحدثته الزنادقة ليصدوا به الناس عن القرآن. شوف يتكلم عنه كيف الإمام الشافعي، بس يجيك واحد يقول لك أنا شافعي وأنا مالكي وشيوخ. يا أخي ذي الأئمة الإسلام الأربعة، جمهور العلماء بالمناسبة على إن المغني فاسق ترد شهادته. يعني لو جاء واحد بيشهد أنت منو؟ أنا فلان بتاع العود، أنت وعودك برا، ما بتقبل شهادته. ابن الجوزي نقل عن الحنابلة في تلبيس إبليس قال: وترد عند الحنابلة شهادة المغني والرقاص. مغني ما عنده شهادة، أنا ما بغني برقص صاي، برضو ما بترد شهادة. عند الإمام الشافعي لا تقبل شهادة المغني، مش المغني. الإمام الشافعي نص كما نقل عنه أبو الطيب الطبري، نص على أن من أدمن سماع الغناء ردت شهادته. ده لا بغني لا برقص، بس بيسمع كثير ترد شهادته. هذا عند أئمة الإسلام وأئمة الدنيا المقتدى بهم. وبعد ذلك جاء من جاء من الناس وحاول أن يستدل على إباحة الغناء، ولا دليل في الشريعة الإسلامية على إباحة الغناء والملاهي كما نهى عن ذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد.